هناك من الناس من هو حليم بطبعه، فيه تؤدة وفيه رفق، وهناك المستفز الذي لا يطاق، ليس بحليم ولا عرف الحلم يوما. وليس هذا بعيب إلا في حال واحدة، ألا يصلح من شأن. إذا علمت أني غضوب، علمت عيبي، أصلح. إذا علمت أنك عجول، عرفت عيبك، أصلح. لماذا تقبل العيب في نفسك؟ ألم تفكر في هذا؟ هذا عيب آخر، أن تعرف العيب في نفسك ثم لا تصلح، هذا عيب آخر. فعيبان معا يا رجل، هذا في الخلق الواحد، فكيف في الأخلاق كلها؟ وسيكون مع كل خلق عيب أن ترضى به وتسكت عليه. فالعيوب عندنا مثنى 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 مثنى. لماذا؟ لماذا لا تحاول؟ لن تعيش إلا مرة واحدة، هذه فرصتك وستمضي ولن تعود. ونحن مهما تقدمنا في السن وعلت بنا السنون، ضعفت قوتنا وضعف تركيزنا وضعفت همتنا وانخفضت معنوياتنا. نمضي إلى قبورنا، لأن المنحنى عند الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قمة المنحنى عند الأربعين. فنحن هكذا نصعد. بلغت 40؟ كان السلف إذا بلغ الواحد منهم 40 لا يعرف له فراش في البيت، مضى أوان النوم، لأنه ينزل من الجهة المقابلة، والنزول أسرع من الصعود. وانظر فيما مضى من أيامك ولياليك وسنيك وأعوامك، كيف مر؟ أكثرنا الآن يمكن أن يسترجع ذكريات من نصف قرن، يقول منذ 50 عاما. نصف قرن يا رجل، ولم تتوقف مرة من أجل أن تنظر في حالك وأن تراجع ما أنت فيه. ماذا تنتظر؟ كم لك من نصف قرن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز. فالذي بين 60 و70 هذه هي المدة المتاحة، بعد 70 قليل من يجاوز. فماذا ننتظر؟ الأيام تمضي، فقس ما هو آت على ما مر، وكل ما مر بما فيه من الأفراح والأتراح ومن السرور والأحزان، كل ذلك مضى وسيمضي. ما هو آت مهما كان بحلوه ومره، لنكون أمام الحقيقة المرة، وهي أن الرحلة قد انتهت، وجاء رسول ربنا من أجل الاستدعاء، وهو ملك الموت. ثم نمضي ولن يبقى شيء على حال. أتحسب أن المقابر التي تواري جسدك ستبقى أبدا؟ ستطمى وتندثر وتصير ملعبا للصبيان أو مربطا للحمير أو أي شيء. وأين أنت؟ يأتي بك ربك. مهما تبعثرت ذراتك في الأرض يأتي بك، ولكن أين تكون؟ أين أجداد أجداد أجدادنا؟ ليس لهم وجود. مقابر اندثرت، والمقابر المندثرة يحل شرعا أن يستفاد بمكانها، تزال تلك البنايات، تزرع، يستغلها الناس. فأين من كان فيها من الرجال والنساء، من الكمل في الدنيا، من أصحاب الشموخ، من أصحاب العظمة؟ كله يذهب، لن يبقى أحد. ولو أن المقابر التي تواري الأجساد والرمم بقيت على حالها من عهد آدم ما كان في الأرض موضع لقدم، لكن هذه أمواج يذهب بعضها بعضا ككثبان الرمال تحركها الرياح، ولا يبقى منها في مكانها شيء. فأنت ذاهب لا محالة، وأنا قبلك. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. ولكن ماذا سيكون بعد ذلك؟ وماذا يقال عنك في جيلك في عصرك بعد موتك؟
ضع هذا السؤال دائما في نفسك، وليكن منك دائما على ذكر: ماذا يقال عنك بعد الموت؟ هذا مهم، هل فكرت فيه؟ ماذا يقال عنك بعد الموت؟ اتق الله ربك،